يا ربنا الحمد لك، الحمد لك والشكر لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك. الحمد لك يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي من هلك. الحمد لك أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. الحمد لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الحلك. الحمد لك من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك، من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك. رباه إنا في حماك فلا تكلنا إلى سواك، رباه كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتقن كل شيء صنعا. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، فكان بحق كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أوصيكم عباد الله ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان الله عز وجل كلما أراد أن يبعث نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله أخذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأنبياء، شرط نبواتكم وأس رسالاتكم أن تؤمنوا بمحمد، وإذا ظهر في زمانكم أن تكونوا له تبعا وأن تعينوا. وإذا أردت دليل ذلك أخي في الله فخذه من القرآن. اقرأ معي قول الله عز وجل في قرآنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به بمن يا رب؟ أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولتنصرنه من يا رب؟ أي محمد عليه الصلاة والسلام. يا معاشر الأنبياء، إذا أدركتم زمانه فآمنوا به وانصروه، وإذا لم تدركوا زمانه فوصوا أتباعكم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. ثم شهد رب العباد، شهد الله في عليائه على ذلك العهد والشهادة التي أخذها من أنبيائه، شهد الله عز وجل عليها
إكراما لحبيبه ومصطفاه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه العذول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. أيها الإخوة الأكارم، اعلموا أن الله عز وجل خلق الخلق فجعلهم مراتب ومنازل، وفضل بعضهم على بعض في القول والعمل ومكارم الأخلاق، ولكن الله عز وجل جعل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أرفعهم رتبة وأجلهم قدرا وأكملهم خلقا وأعظمهم أخلاقا. كيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه واختاره ليكون آخر أنبيائه وخاتم رسله، والذي خلقه هو الذي امتدحه بكلمات يعجز القلب والجنان عن إدراكها، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك يا محمد منبع الأخلاق والفضائل والشمائل. ولماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم منبع الأخلاق والفضائل والشمائل؟ كان كذلك لأن الذي خلقه واختاره هو الذي رباه وأدبه. سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله إنا لنرى لك أخلاقا ليست لأحد من العالمين، ما رأيناها في أحد من خلق الله أجمعين. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا رسول الله، إنا لنرى لك أخلاقا ليست لأحد من العالمين، فمن الذي أدبك؟ من الذي رباك؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وإذا أردتم أيها الإخوة الكرام أن أسرد لكم طرفا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق التي تجلت في أحلى وأبهى وأزهى صورها وخللها وأشكالها في شخص رجل عظيم واحد اسمه محمد صلوات الله عليه. أيها الإخوة الأحبة، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كسر المشركون رباعيته صلى الله عليه وسلم، والرباعية هي السن بين الناب والثرية، وشقوا وجهه وأدموا وجنته حتى أسقطوه على شقه في الحفرة صلوات الله وسلامه عليه، فشق ذلك على أصحابه، وأخذ علي بيده واحتضنه طلحة، ودخلت حلقتان من المغفر وهو لباس يلبس تحت القلنسوة من زرد الحديد، ينسج من زرد الحديد، هذا الرداء دخلت حلقتان منه في وجهه صلى الله عليه وسلم، فأخرجهما أبو عبيدة بأسنانه حتى سقطت ثناياه وهي مقدمة الأسنان من شدة غوصهما في وجهه صلوات الله عليه، ثناياه الأربع سقطت لسيدنا أبي عبيدة. ألم هذا أصحابه وشق عليهم ذلك كثيرا، وقالوا: يا رسول الله، لو دعوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة. ورفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عند ذلك بكى سيدنا عمر وقال: يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال:
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا لهلكنا عن آخرنا. فلقد وطئ ظهرك وأدميت وجنتك وجرحت شفتك وألقوك على شقك في الحفرة فأبيت إلا أن تقول خيرا فقلت اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، روحي فداك كيف لا تبلغ هذه المنزلة وقد قال الله عز وجل فيك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أخلاقه العظيم صلوات الله وسلامه عليه أنه كان في إحدى الغزوات نائما تحت شجرة فتسلل إليه رجل مشرك اسمه غورث بن الحارث وكان سيد قومه، تسلل خلسة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه نائما تحت شجرة، فأخذ السيف ووضعه صلطا مسلطا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وعنقه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك. الله، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه القاصدون لبابه ستر القبيح وجاد بالغفران. نعم أيها الإخوة الأحبة، من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله يمنعني منك. فارتجف الرجل بشدة وخارت قواه واحتز ساعده وسقط السيف بيده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ووضعه على عنقه وقال يا غورث من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركه. ذهب غورث إلى قومه وهو يقول أسلموا، والله لقد جئتكم من عند خير الناس يعفو عن الجاني ويغفر للمسيء. أيها الإخوة الكرام، إنها رحمة ما بعدها رحمة وعفو ما بعده عفو، عفو بلغ درجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتله، عمن كان يريد قتله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. أيها الإخوة الكرام، ولا أجل ولا أعظم من أخلاق رجل عفى عمن عذبوه وحاربوه وقاتلوه وقتلوا أحب الناس إليه وأخرجوه من أحب البلاد على قلبه. ولما مكنه الله عز وجل منهم بعد فتح مكة أمسك بحلق باب الكعبة وقال لهم وهم يعرفون جيدا ما فعلوه به وما أذوه فيه، أمسك بحلق باب الكعبة ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا خيرا، نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، روحي فداك يا رسول الله. صدق الذي قال فيك المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أيها الإخوة الأحبة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه هي أخلاقه. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، ملكت بحلمك القلوب، وجذبت بعدلك النفوس، رحمت أعداءك وأنصفت حسادك، وعطفت على البشر كلهم عطفا فاق عطف الأبوين، على البشر كلهم مسلمين وغير مسلمين، وأحسنت إلى الخلق إحسانا اضطرهم إلى الدخول في دينك أفواجا، فأين المسلمون اليوم من أخلاقك العظيمة يا سيدي؟ تعال لترى العجب العجاب في أمتك. أكثر هذه الأمة اليوم يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا وينصب العداء بعضهم لبعض، أخلاقهم شديدة وطباعهم قاسية وقلوبهم مليئة، وقد نزعت الرحمة من صدورهم وذهب من بينهم الحلم والعدل وحل محله الظلم والجور. نعم، لقد تباغضوا وتحاسدوا وتنازعوا وتدابروا وتقاتلوا. فلان من الناس أيها الإخوة الأحبة لا يصل رحمه، وفلان لا يكلم أباه، وفلان لا يحسن معاملة أمه وأهله، وفلان يكره جيرانه ويغتابهم في المجالس والندوات ويبحثهم، وفلان والأدهى أيها الإخوة الأحبة وقد رأيت هذا والله، فلان لا يصلي بجانب فلان. لماذا؟ لأنهما متخاصمان. هل هذا هو الإسلام أيها الإخوة الأحبة؟ هل هذا هو الإسلام؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أقل درجات الإيمان أيها الأخ المسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أما أعلى درجات الإيمان أن تؤثر أخاك على نفسك. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل أين نحن من قول الله عز وجل أصلا: إنما المؤمنون إخوة؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين أنهم إخوة، وبعضنا يصر على عداوتهم وإيذائهم والنفور منهم والكيد لهم. هل هذه هي أخلاق الإسلام؟ هل هذه هي أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى ويرضي رسولنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحبة، الإسلام كل لا يتجزأ. يظن أحدنا أنه إذا صلى لله ركعتين أو صام لله يومين أو تصدق بدرهمين أو عمل من الصالحات عملين أنه ملك الجنة بأبوابها الثمانية يدخل من أيها شاء. لا يا أخي، الإسلام ليس صلاة فقط ولا صياما فقط ولا حجا ولا زكاة فقط، الإسلام كل لا يتجزأ. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها صوامة قوامة، صوامة قوامة، تصوم حتى لا تكاد تفطر وتقوم حتى لا تكاد ترقد، لكن عندها مشكلة صغيرة. ما مشكلتها؟ أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط. قال: لا خير فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إلى الله. لنرجع أيها الإخوة الأحبة إلى الله، ولنتمثل أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعامل الناس بأخلاق الإسلام. الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. فهل قلنا للناس حسنا؟ هل طبقنا هذه الآية الكريمة؟ ينبغي أن نتذكر أيها الإخوة الأحبة أننا يجب أن نعود إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، قبل أن يباغتنا الأجل. إذا لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى الآن فمتى نرجع؟ إذا لم نطرق الباب الآن فمتى نطرق؟ أبعد الموت؟ فبادر بالصلاح وأنت حي لعلك أن تنال به رضاه. ألا نخشى أن يباغتنا الأجل ونحن على حال من الذنوب والآثام؟
يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تذكروا أيها الإخوة الأحبة، أولئك الذين صرعهم الموت وهم على حال من الذنوب والآثام، وهم على حال من المعاصي والمنكرات والفحش والموبقات، وهم ظالمون وهم عاقون وهم مسرفون على أنفسهم، وقد شيدوا صروحا من الذنوب والآثام. تذكروا حالهم وقد أتاهم الموت، كيف يكون حالهم وما هو مصيرهم وإلى أين مآلهم؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلنرجع إلى أخلاقنا، إلى ديننا، إلى كتاب ربنا، ليرضى الله عز وجل عنا ويسر النبي صلى الله عليه وسلم منا، ونكون فعلا مسلمين حقيقيين، نكون نعم العباد الصالحين لله رب العالمين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.